أهلا بكم. هذا يوم مهم للغاية للغاية. وأقول لكم ليه؟ لأنه أولا ضيف العزيز هو واحد من أساطير طب البطنة وأساطير العلوم الطبية في مصر. ده مفاجأة. لكن في كمان موضوع النهاردة بنتكلم فيه الكلى يا جماعة، فشل الكلوي المزمن واحد من أهم المواضيع وأخطرها، ودي قضية قومية شديدة الأهمية لأنه انتشار الموضوع وقسوته كبيرة للغاية. الموضوع مهم والضيف شديد الأهمية. دكتور من طراز خاص، أستاذ الأساتذة، علم أجيال، وتميز بأسلوبه الرائع جدا وبشيء كان يثير إعجابنا طوال السنوات الماضية، وهو كم الحب الذي يحيط بهذا العالم الكبير. كم الحب من تلامذته، من زمايله، من كل من تعامل معه. إخلاص ما بعده إخلاص، وعمل يعني أكاديمي رائع، تاريخ طويل جدا ما شاء الله، رغم أن أنا أراه شابا لكن أنا واحد من تلامذته، يعني أنا من الناس اللي ذكرت من ورقه ومذكراته وكتبه واستمعت إلى محاضراته. عين شمس، كلية الطب بجامعة عين شمس، هو فيها أسطورة، وأيضا في كليات الطب في مصر كلها يعرفون قيمة ضيف العزيز. صعب جدا أنه في المستقبل نحصل على مثل هذا الجهد، مثل هذه العقلية الجامعة للعلوم الطبية الخاصة بواحدة من أصعب المواد عبر التاريخ، وهي أمراض البطنة العامة. ضيف العزيز هو أعتقد مفاجأة كبيرة جدا، لأن كل طلبة كليات الطب النهاردة لازم يقعدوا يسمعوا أستاذ الأساتذة وأسطورة الخاصة والكبيرة جدا في علوم البطنة، أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة محمود. واحد من أساطير طب البطنة وأساطير العلوم الطبية في مصر. اعتلال الكلى المزمن له أسباب كثيرة جدا نقدر إحنا كمان نتجنبها. أنا مش عايزك تتعامل مع المريض كأنه زبون، لا، أنا عايزك تتعامل معاه كإنسان. أكتر جهاز حساس قوي الجهاز الهضمي. أنا كل ما يجي لحد في العيادة أقول له بتستخدم مسكنات، يقول لي آه. الباراسيتامولات كلها آمنة. الدكتور اللي بيحضر في المستشفى هو ده الدكتور اللي بيبقى قادر على علاج المرضى. جاي لحضرتك بالأعراض دي ومش باين عليه إنه عنده حاجة خطيرة؟ أحيانا ما بيبانش. الأستاذ الدكتور أسامة محمود، أستاذ أمراض البطنة والكلى بكلية الطب جامعة عين شمس. أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة محمود، هذا شرف كبير للغاية وسعادة ومفاجأة رائعة لكل طلاب مصر انهم يشوفوا الأستاذ الدكتور أسامة محمود. طبعا طلبة عين شمس كلهم عارفين، لكن في طلبة في مصر كتير يسمعون الصوت لكن لم يروا الدكتور أسامة محمود، فدي شرف كبير لنا هذه الزيارة، وشرف كبير لي برضه دكتور أيمن ان انا ابقى موجود في هذا اللقاء. ده شرف لي انا، يعني أسطورة كبيرة جدا وعالم جليل واداء رائع عبر سنوات وتضحيات كبيرة، وكل ده كمان يعني دايما حضرتك اي حد يذكر اسم أسامة محمود يذكر وراه كم الحب والعرفان والجهد والاخلاص وحاجات كتيره جدا خاصه بيك. يعني قبول، اذا احب الله عبدا وضع له القبول في الارض، فانت عندك القبول ده ميزه رائعه، فربنا يزيدك وشرف كبير لنا هذه الله يخليك. وانا كمان عايز ابدا الحوار بسؤال عام، لماذا اختار الأستاذ دكتور أسامة محمود بعلم الغزير أمراض البطنة واسعة، كل الفروع حضرتك يعني ما شاء الله بتشرحها باقتدار شديد، لماذا اخترت أول حلقة تكون عن الفشل الكلوي؟ هو شوف، هو طبعا أولا يعني هو التعافي البطنة العامة بتبقى فيها تخصصات برضه، فأنا التخصص بتاعي الدقيق هو الكلى، سب سبيشاليتي الكلى. فطبعا مرض الفشل الكلوي المزمن او بنسميه يعني
بلفظ آخر اللي هو اعتلال الكلى المزمن. طبعا هو متفاشي في المجتمع والحقيقة له أسباب كثيرة جدا نقدر إحنا كمان نتجنبها. فلو إحنا يعني أشرنا لهذه الأسباب وإزاي نتجنب الحكاية دي، إحنا ممكن نقلل كتير قوي قوي من المعدل بتاع انتشار هذا المرض في مصر. يعني لدرجة إن العيان نفسه ممكن هو اللي يجيب لنفسه هذا المرض ببعض الأخطاء وبعض العادات السيئة، هنتكلم عليها إن شاء الله كطرق يعني وقائية. عظيم. كالعادة هنمشي بالأسلوب الكلاسيكي، التعريف. التعريف المزمن، كلمة مزمن وفشل للكلى. تمام. هو شوف، هو كلمة الفشل الكلوي المزمن هي كلمة يعني الحقيقة قاسية شوية، فطبعا العلماء بدأوا يخلوها بدل ما نقول كرونيك رينال فيلير هنقول كرونيك كيدني ديزيز، اللي هو مرض اعتلال الكلى المزمن، او يعني بطريقة عشان المستمعين يبقوا فاهمينها اللي هو هنقدر نقول قصور مزمن في وظائف الكلى. ايه معناه؟ معناه انه حصل تدهور في وظائف الكلى بيتوفر فيه بعض النقاط. اول نقطة ان يكون هذا التدهور تدريجي جراديول. النقطة التانية سلولي بروجريسيف. طبعا جراديول دي يعني على مر السنوات، سلولي بروجريسيف يعني هو بيزيد مع الوقت بشكل بطيء، وهو irreversible مع الأسف. بمعنى إيه irreversible؟ إنه هو المريض مش هيرجع للحالة الطبيعية بنسبة 100%، بس ممكن يتحسن. أنا لما أشوف العيان لأول مرة أنا معرفش هو كرونيك ولا مش كرونيك، فأنا بتابع هذا المريض، وإذا ثبت إنه المرض أو وظائف الكلى مختلة لمدة تزيد عن 3 أشهر بالنسبة لي أنا هقول إن دوت كرونيك كيدني ديزيز، أو يعني اللي هو اعتلال الكلى المزمن. ده التعريف. طبعا أنا ليه بقول كلمة فشل كلوي مزمن قاسية؟ لأنه النهاردة الكرونيك كيدني ديزيز ده أو اللي هو قصور الكلى المزمن بقى درجات، في الدرجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. طبعا الدرجة الأولى دي يعني بيبقى تقريبا وظائف الكلى تقريبا سليمة 100%، بس العين عنده شوية زلال، عنده مثلا نسيج الكلى في الموجات الصوتية متأثر شوية، عنده بعض الحصوات وحاجات من هذا القبيل. بتيجي الدرجة الثانية بيبقى برضو يعني وظائف الكلى أقل شوية، ولكن ما زالت الكلى تقوم بوظائفها. الدرجة الثالثة وهكذا. ابتداء بقى من الدرجة الرابعة يبدأ المريض فعلا ان هو يشعر بأعراض معينة، وطبعا الدرجة الخامسة دي هي آخر درجة اللي احنا بنقول عليها الاند ستيج رينال ديزيز، اللي عندها بيبقى العيان يحتاج الى اللي هو الاستصفاء الدموي، اللي هو الغسيل الدموي اللي بقول عليه، او زراعة الكلى. فيعني يا ريت نكلم العيانين بالطريقه دي وما نقولوش انت عندك فشل كلوي مزمن، حرام يعني. اللفظ اللفظ بيكون قاسي وقاسي جدا على المريض جداً نفسه جداً. ممكن يكون عنيف. بالظبط. حضرتك في التعريف قلت جمله مخيفه جدا وفي نفس الوقت مهمه جدا، ان المريض قد يلحق بنفسه شيء ويعمل في نفسه حاجه فتؤدي الى الفشل الكلوي. ما دي الاسباب. ما هي دي بقى الاسباب. ما هو ده هيجرني لسؤال عن الاسباب، والاسباب في الكتب صفحات عديده. بالظبط. كبيره كده. بالظبط. لا احنا ممكن نقولها بشكل مبسط. طبعا اسباب الفشل الكلوي المزمن او قصور الكلى المزمن، نمره واحد السكر، دايبيتس ميليتس، ده تقريبا بيمثل حوالي 20-40% من مرضى قصور الكلى المزمن. طبعا ده بيبقى اكتر كسبب للفشل الكلوي المزمن في البلاد المتقدمه، لان مرضى السكر يعني طبعا هناك في رعايه طبيه طبعا عاليه جدا، فتلاقي مريض السكر يعني بيعيش مده طويله جدا جدا جدا، فبص تلاقي عدد مرضى السكر بقى كتير فعلا، فهنشوف فيهم القصور الكلى المزمن كثيرا طبعا.
دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى بيجي بعد كده اللي هو ضغط الدم، وضغط الدم ده بيمثل حوالي من 5% إلى 20% حسب المكان، حسب الدولة، التوزيع الجغرافي وهكذا. طبعا الضغط، يبقى نقدر نقول كده الضغط والسكر لازم الاتنين دول يتظبطوا على سنجة 10، لازم من البداية. يجي بعد كده بقى في عندنا اللي هي الالتهابات المناعية في الكبيبات الكلوية اللي هي الجلوميرونفرايتس، دي مثلا ممكن تمثل حوالي 10-20% من الحالات. في عندنا كمان اللي هو تيوبلو انترستيشال ديزيزز، اللي هو بيبقى اعتلال في انابيب الكلى والانسجة المحيطة بيها، دي ممكن تمثل من 20-30%. وطبعا بيندرج تحتها بقى اللي هو الإشعاع والنقرس والاستخدام السيء للمسكنات اللي أنا هتكلم عليه دوت. في كمان العيوب الخلقية زي مرض مثلا تكيسات الكلى، ده عيب خلقي مشهور جدا. والعيوب الخلقية عموما بتمثل حوالي يمكن 5% من الأسباب. في بقى الذئبة الحمراء يعني، وأسباب أخرى يعني كثيرة يعني، لكن الأسباب اللي احنا قلناها دي هي المهمة. فده هيجرنا لإيه بقى الأسباب دي؟ الأسباب ده هيجرنا إن احنا نمسك نقول يا جماعة اللي عنده ضغط لازم تظبطه، اللي عنده ضغط ما يقعدش يقول أنا عارف الضغط بتاعي بعرفه من دماغي، يقول لا لا أنا ما بقسي، أنا بعرف الضغط من دماغي، عنده صداع ولا ما عنديش. الضغط ملوش دعوة بالصداع، ممكن يبقى ضغطك عالي قوي قوي وإنت مش عارف. فلازم المتابعة بالقياس. مريض السكر طبعا حركة يعني، حركة يعني سيد اللي عارفين بقى في السكر دي الشغلة بتاعت حضرتك. فمريض السكر ده احنا بنقعد نتابعه 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 كسكر، لا لازم ان احنا نعمل سكرينينج على الكيدني فانكشن. بالنسبة للمرضى اللي هم بتوع الجلوميرونفرايتس اللي هي الالتهابات المناعية، احنا لابد ان احنا early diagnosis، عايزين كشف مبكر عنها بسرعة بالزلال، سكرينينج بالزلال في البول، ونقدر ان احنا نتدخل بالعلاج ونقدر ان احنا نوقف المسألة دي. نيجي بقى على القصة اللي هي بتاعت استخدام المسكنات. احنا عندنا في مصر مفيش حد، انا كل ما يجي لحد في العيادة اقول له بتستخدم مسكنات يقول لي اه، صداع، مفاصل، ظهر، اسنان، وطبعا السيدات ركب، والركب طبعا الركب دي اساسيه، الركب بالظبط. والبنات اكتر، الستات اكتر بكتير طبعا من الرجال. وطبعا استخدام بقى الهيل، انهي ادويه؟ الباراسيتامولات كلها امنه طالما ان انا بستعملها بسيرابيوتيك دوز اللي هي الجرعات المناسبه، انما الادويه المسكنه المضاده للالتهاب هي دي اللي بيحصل منها سوء استخدام بشكل غير عادي. يعني تلاقي حتى الراجل يجي يقول لي ايه، انا ما اعرفش اشتغل الصبح، لازم اقوم من النوم الصبح اشرب فنجان القهوه واخد القرص واشرب السيجاره، معايا ابتدي اشتغل، يعلي ضغطه وياخد يوميا يوميا على هذا. فطبعا الناس دول بييجوا هم عملوا كده في نفسهم، بس هم معذورين، هم محتاجين حد يا جماعه استخدام المسكنات المضادة للالتهاب لازم نحد منها، ولازم تبقى تحت إشراف الطبيب. الترامادول من أسوأ الحاجات. والله شوف، هو الترامادول يعني إحنا حتى الناس اللي عندهم كورونيك كيدني ديزيز لما يبقى عنده ألام شديدة جدا جدا، فإحنا مش عايزين نديله المسكنات اللي هي المضادة للالتهاب، مش عايزين نديها له، هتبتدي تعمل أجريفيشن، هتزود القصور بتاع وظائف الكلى. فإحنا ممكن نستخدم ترامادول بشكل مؤقت بلو دوز، بجرعة قليلة حوالي 50 ملغرام في اليوم، ممكن عشان نعدي مرحلة كان فيها ألم مثلا، بالإضافة إلى الباراستامولات والحاجات اللي زي كده، ده ممكن. لكن طبعا مش هقدر استعمله على طول، لأن طبعا ده بيعمل إدمان وبيعمل طبعا مشاكل يعني أخرى. ديت فيما يتعلق بالأسباب. بس في نقطة بقى عايز أقولها برضو كمان، أنا عرفت الأسباب، طب أنا عايز أعمل كشف أو تشخيص مبكر لهذا الموضوع.
التشخيص المبكر ده بيجي ازاي؟ نمسك بقى يا جماعة اللي عنده ضغط، اللي عنده ضغط قست وظائف الكلى، عملت كرياتينين في الدم. اللي عنده سكر انت عملت كرياتينين في الدم، فلابد امسك مين بقى؟ اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكر واللي بيستعملوا مسكنات، تمام؟ والناس اللي هم اللي عندهم النقرس، الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لحصوات، التهابات في مجرى البول، ألام مفاصل، الناس دي كلها كاتيجوريز مهمة جدا، لابد الناس دي كلها تعمل لها وظائف كلى من البداية. طب احنا عايزين بقى نعمل كشف مبكر على نطاق أعلى وسهل. نمسك، والله نفسي في كده وحياة ربنا نفسي في كده، نفسي نمسك طلبة المدارس سيرم كرياتينين وعين البول تحليل بول، تمام؟ خلصنا طلبة المدارس نخش على طلبة الجامعة نبتدي نشوف كرياتينين في الدم وتحليل بول، ومعامل ترعى الحكاية دي سهلة جدا جدا، ممكن ترعى دي وشركات حضرتك تحليل البول ده بالستريب شريط شريط حاجات سهلة جدا جدا جدا، لأن الفشل الكلوي المزمن ده هو بيكلف الدولة يعني ملايين ملايين ملايين، والعيان يا عيني بيبقى برضه مسكين. فإحنا النهاردة كان ممكن نعمل حاجات كتير قوي تقلل من الحكاية دي. برضه عندك برضه مثلا نمسك إيه الرياضيين كلهم، الناس اللي بيلعبوا الرياضة دول أنا ما بقاش عارف يعني هل هم الفرق وفي جميع الألعاب دول، دول شباب وبيبذلوا مجهود كبير جدا، هل الناس دول بيتعمل لهم سكرينينج لأمراض القلب وأمراض الصدر وأمراض الكلى وأمراض الكبد؟ في النوادي الكبيرة لكن في الحياة التانية لا. برافو عليك. الأندية الصغيرة يعني على فكرة بس الأهلي والزمالك والمقصة هم دول اللي بتعملوا ده، كمان الأندية الكبيرة مش كلهم. أنا ساعات بسأل ولاد كده في الرياضة يقولي لا ما حدش عامل هنا، أنا بستغرب دي، أنا بستغرب منها. خش بقى على موظفين البنوك، خش يعني نقدر المعامل نفسها فعلا ترعى ده. وطبعا برضو وزارة الصحة ممكن هي ترعى هذا الموضوع، بالذات سكرينينج لمرض السكر، سكرينينج الضغط، البحث عن وظائف الكلى، البحث عن وظائف الكبد. دي الحاجات دي لو اتعملت واتعمل لها تشخيص مبكر هبص تلاقي احنا هنوفر فلوس كتير جدا جدا بعد كده للدوله. بشوف حالات كتير الفتره الاخيره للولاد اللي بيروحوا الجيم في الشباب وتلاقيهم مكون عضلات كده، وجه عنده سكر فجالي وقال لي انا بشتكي من الكلى وبتعامل بتعالج او بتابع مثلا مع استاذ كلى بيتابع الكلى بتاعته باظت بالظبط او شاف شرفت على الباظ بالظبط، فهو بيبقوا خدوا حاجات. انا عايز افهم من حضرتك برضو هل الحاجات اللي بياخدوها في الجيب ممكن توصل الكلى؟ والله شوف حضرتك، هو في بعض حاجات طبعا الانابوليكس والهرمونات اللي بياخدوها دي ودي ممكن على فكره احيانا طبعا دي بتاثر على الكبد، تعمل بقى طبعا كوليستيزيز وبتعمل مشاكل في الكبد كتير، توقف العصارة والأخير بالظبط كده. لكن بالنسبة لينا برضو ما هي الأدوية دي برضو تساعد أيضا برضو على ارتفاع ضغط الدم، بتعمل سولت أند ووتر ريتينشن، فممكن ترفع ضغط الولد اللي هو أصلا كمان سسبتابل اللي عنده في طبعا. وارتفاع ضغط الدم هيعمل برضو مشاكل. في بقى المواد اللي هي الكرياتين والحاجات اللي بياخدوها كتير دي ساعات بتعلي قوي اليوريك اسيد، فاليوريك اسيد لما يعلى في الاولاد دول ولفتره طويله ممكن ياثر على الكلى بالظبط. يعني دي نقطه. اكتر مرض له اعراض، يعني اعراض كتيره وكل حاجه بتتاثر بالزبط. في حاله الفشل الكلوي المزمن عايزين في كل مجموعه حضرتك وانت بتشرح لنا الاعراض كده تقول لنا بس لو حصل كده نقلق، يعني كل حته كده قول لنا الحته اللي تعامل اقل محمر تنور احمر. اسئلتك ممتازه ربنا يخليك بجد والله العظيم. شوف استاذنا بقى الدكتور وحيد السعيد ربنا يدي الصحه ربنا يدي الصحه ويخليك، علمها لنا من زمان وقال لنا مره جمله، قال لنا بص يا اولاد، مريض قصور الكلى المزمن او يعني هنقول اعتلال الكلى المزمن، بلاش بقى الكلمه البايخه دي، دائم الزيارات لجميع التخصصات في الطب، يروح لبتاع القلب ويروح لبتاع الجلد ويروح لبتاع الصدر ويروح لبتاع الدم، وبيفضل يروح برج اطباء
يطلع هو بيروح دايما البرج او بيفضل كده يعني ويعدي. يروح يشوف البرج ليه بيبقى كل الاعداد جنب بعضها ما بيحبش يروح بيروح برج الاطباء او العماره اللي فيها مجموعه كده تلاقي بالزبط. فيها مجموعه مثلا بالزبط. يروح لها يمسك بقى الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث فلو اتعرف القصه الموضوع ده انتهى طبعا اول حاجه العيان بيحس بيها او اكتر جهاز حساس قوي لموضوع قصور الكلى الجهاز الهضمي تبص تلاقي المريض يبدا يحصل له فقدان شهيه يبتدي يحصل له غمامان نفس نوزيا يبتدي يحصل له فوميتنج قيء طبعا انا لما يجي لي واحد زي ده خلاص انا هتعامل معاه ازاي انا ما اعرفش هو عنده ايه هديله بقى الادويه بتاعه المعده والادويه اللي هي مضاده للقيء وكده العين اتحسن خلاص مفيش حاجه ده شويه التهابات بسيطه في المعده لا العين ما بتحسنش العين تعبان يروح رايح لدكتور تاني يقعد يقرر ويديله ادويه اخرى بشكل تاني لا هنا لما الاقي القيء مستمر والاقي غمامان نفس مش عايز ياكل وبعدين كمان في كلمه احنا بقى بنخاف منها الزغوطه حصل الكلام ده هو انت بسرعه لازم تفكر في وظائف الكلى لان العين بيجي في الاخر بقى بتلاقيه مستوي ادي من الحاجات المهمه قوي اللي هو الجهاز الهضمي في برضه حاجه في الجهاز الهضمي برضه ما هو ايه اللي بيخلي الواحد بيبقى بيضل الدكتور في هرمون الجاسترين الجاسترين هرمون ده بيعلى في الناس اللي عندهم قصور في الكلى مزمن فطبعا الجاسترين ده لما بيعلى بيبتدي يعمل حموضه التهاب في المعده فيقول لك انا فم المعده تعبان انا عندي غمامان نفسي يروح للدكتور يديله الدواء بتاع المعده اوكي مره تاني مرة يجي ولسه اعمل له وظائف الكلى ده كلام مهم جدا ساعات يجي العين يقول لك انا طعم بقي متغير لانه اليوريا اللي هي البولينة بتخرج مع اللعاب وتبتدي تتكسر بالبكتيريا اللي في الفم الى امونيا وتطلع رائحة الامونيا من الفم فدي كلها حاجات يا جماعة لازم الناس تبقى فهماها والدكتور لازم يفهم القاعدة اللي احنا قلناها ده بالنسبة للجهاز الهضمي حتى في الحتة دي في الحتة دي اتفضل العيان بيجي صحته كويسة يعني جاي لحضرتك بالأعراض دي ومش مش باين عليه انه عنده حاجة خطيرة احيانا احيانا ما بيبانش لكن لو في دكتور طبعا يعني دكتور يعني معلم لا هيطلع فيه هيطلع واحد اتنين تلاتة اربعة بس بيني وبينك العيان اصل بتاع الكلى ده هو يعني بص بيجي لنا العيان اندستيج رينال ديزيز وما عندوش اي تاريخ مرضي لاي حاجه نهائي ونيجي نعمل التحاليل نلاقي وظائف الكلى متدهوره جدا ويجي يقول لك ده انا تعبان بقى لي اسبوع انا قبل اسبوع انا كنت زي الاسد هو خلاص هو المرض وصل لمرحله معينه من الاسبوع اللي فات وبدا بقى القيء وال وارتفاع الضغط وي الى اخره ده بالنسبه للجهاز الهضمي طبعا كمان في شويه تقرحات بتحصل في المعده ويحدث نزيف احيانا داخلي من الجهاز الهضمي برضه ده الجهاز الهضمي ده الجهاز الهضمي تاني جهاز الجهاز اللي بعده الحقيقه هقدر اقول اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو القلب والاوعيه الدمويه طبعا القصور الكلى المزمن اول حاجه خطيره بيعملها هو ارتفاع ضغط الدم طبعا بيرفع ضغط الدم جدا وبعدين ارتفاع ضغط الدم ده هو نفسه بيدهور حالة الكلى وتبقى حلقة مفرغة ارتفاع ضغط الدم ده هو في حاجة خطيرة جدا ومهمة جدا انا هدي للعيان ده ايه ادوية هدي له ادوية ما هو العيان بقى جاي لعنده الضغط ضغطه عالي طب ضغطه عالي ليه مش تدور يا دكتور ده أول حاجة في العيان اللي ضغطه عالي أول حاجة تتشيك وظائف الكلى لازم تعمل وظائف الكلى على طول عشان تقدر تلحق العيان في مراحل مبكرة طبعا ارتفاع الضغط مع كسرة السوائل في الجسم هو بيشرب مية وحاجات زي كده ده بيبتدي كمان مع الوقت كمان بيبتدي يضعف عضلة القلب يعني هو القلب نفسه بيتأثر كمان بالفشل الكلوي المزمن أو كسور الكلى المزمن
بيبتدي يحصل فيه اضطرابات في الوظائف الانقباضية والوظائف الانبساطية. دي حاجات مهمة جدا. نيجي بقى لغشاء الطامور. الغشاء المحيط بالقلب. الغشاء المحيط بالقلب. بيريكارديم. بيحصل بيريكاردايتس. التهاب. التهاب. لو البيريكاردايتس ده حصل في مريض عنده قصور في الكلى مزمن. حالة يعني خطيرة. دي تعتبر احنا بنسميها في الطب بري تيرمينال. علامة في منتهى الخطورة. علامة في منتهى الخطورة وعلاجها غسيل ودلوقت. ما ينفعش اقول الصبح دلوقتي. تمام؟ بس هي ساعات بتحصل في الناس بقى اللي هم اوريدي بيغسلوا اللي هو ماشي على الغسيل المزمن ده، ساعات مثلا بيبقى الغسيل مش كفاءة الغسيل ضعيفة، فوت جلسة فوت جلستين، فده ممكن يحصل. لكن العين اللي هو نيو بيشن لو وصل للبيريكاردايتس لا. ده موضوع خطير جدا جدا جدا. واخيرا الاريثميا. اضطرابات كهربة القلب. اضطرابات في كهربة القلب. البوتاسيوم بقى عمال يطلع عمال ينزل. والبوتاسيوم ده ابن لعيبة. ابن لذينة. اي خلل فيه يعمل مشاكل. طبعا. ضخمة جدا. طبعا. شوف اخطر حاجة في قصور الكلى. بوتاسيوم. ارتفاع البوتاسيوم. ارتفاع البوتاسيوم ده. وطبعا كمان احنا في مشكله الاكل بقى هنتكلم عليه. ما هو الناس عماله تاكل حاجات مليانه بوتاسيوم. هو ما يعرفش يقول لك انا ما اعرفش ان الحاجات دي فيها بوتاسيوم. الليمون اللي احنا بنشربه دلوقتي ما فيه بوتاسيوم. ممكن هو في حد يقول ان الليمون ده ممكن يموت؟ لا ده في حاجات ألعن بقى. ما في بقى في حاجات ألعن هنقولها واحنا في بنتكلم الحلقه الجايه اعتقد. اللي هو في العلاج. في العلاج. ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اروح للعظم يعني العظم. قبل ما نمشي النهارده العظم يعني في الجزء احنا النهارده الجزء الاول. العظم. مش عايز امشي قبل ما اقول لازم العظم. طبعا العظم هو احنا بنسميه اللي هو المينرال بون ديزيز او بنسميه الاسم القديم يعني اللي هو او مينرال بون ديس اوردر. الاسم القديم طبعا كنا بنسميه دايما رينال اوستيو ديستروفي. طبعا ده سببه الرئيسي. انا بيحصل لي ثلاث مشكلات. فيتامين د بيتم تنشيطه في الكلى مش هيبقى نشط، وبالتالي الكالسيوم هيبتدي ينخفض. الفوسفور بيطلع من الجسم اساسا عن طريق الكلى، يبقى عدم وجود فيتامين دي و انخفاض مستوى الكالسيوم وارتفاع الفوسفور، الثلاثه دول بيعملوا تريجر على طول للباراثايرويد جلاند اللي هي الغده الجردرقيه. هي بقى تطلع الباراس هرمون، والباراس هرمون بقى هو اللي هيشتغل، هيبتدي يعمل بقى الاوستيوكلاست اكتيفيتي، ويبتدي يحصل بون ريزوربشن. ياكل ياخد الكالسيوم من العظم. ياخد الكالسيوم بقى من العظم. يخوخه. كلمه دي كلمه مصريه. يخوخ العظم. او حتى بيسموها كده اوستايتس فايبروزا سيستيكا. بالظبط كده. بالظبط. وطبعا بقى الدنيا تبتدي تتدهور، ويبتدي يخش بقى في اوستيوماليشيا، ويبتدي يخش اوستايتس فايبروزا سيستيكا. اللي هو بقى العظم نفسه يحصل فيه نوع من الهشاشه العنيفه. بالظبط. الكارثه بقى ان العظم دوت لما بيحصل فيه كده احيانا المريض يشتكي من الام العظم، الدكتور بقى مش واخد باله، يروح مدي للعيان ايه الادويه المضاده للالتهاب، المسكنات. يروح منيل الدنيا. يروح منيل الدنيا. قول له يا عم الله يكرمك. فكرني في معلش حته بقى دي بتاعت حضرتك يعني سمير غانم الفنان العظيم في مسرحيه المتزوجون. كان راح يلبس البدل. فاكر المشهد ده؟ فجاي يظبط الجاكيت البنطلون ضرب. راح ظبط البنطلون الجاكيت ضرب. هو ده هيجي يظبط العظم يروح معوز الكل. بالظبط. بالظبط. عشان كده انا لما يجي لي حد عظمه بيوجعه. طبعا الستات الكبار بيبقى عندهم هشاشه في العظم. لكن لو هو حتى لو واحد راجل او شاب يشتكي من عظمه ليه؟ في ايه عنده؟ لازم انا ادور وابقى حذر. في الاول ممكن ادي الباراستامول. الباراستامول طبعا يمكن الستات هيقولوا ده ما بيعملش حاجه. لا، لو انا خدت قرصين باراستامول مع بعض هيعمل هيدي تاثير، وده يبقى علاج مؤقت لحد ما نبتدي نشوف التحاليل هتقول لنا ايه. عظيم. في اللقاء القادم بقى هنتكلم على الانفستيجيشن كيفيه التشخيص والتحاليل والاشعاعات والى اخره، وهنتكلم على العلاج، وهنتكلم على العلاج التحفظي بالادويه
وبرضه هنراجع ان احنا لازم ناخد بالنا من الحاجات المهمه قبل ما نمشي النهارده. حضرتك تمسك ودان شباب الاطباء كده من اوعى، خلي بالك 1 2 3 4 اوعى الحاجات اللي هي القرص الودان اوعى ايوه ما تظبطش ضغط العيان بنسبه 100%. خلي ضغط العيان دايما اقل من 140 90، وفي مريض السكر الشهير لازم يبقى اقل من 130 80. خلي بالك اوعى تكتب للعيانين الادويه المضاده للالتهاب بدون حساب، مهمه جدا. خلي بالك من حاجه مهمه جدا جدا، مريض، والحكايه دي انا هقولها في العلاج على فكره، بس هي حكايه مشهوره وخطا شائع جدا جدا جدا، مريض الكلى يقولوا له اشرب ميه كتير عشان الكلى تشتغل. مين اللي قالك تشرب ميه؟ كل الناس يا دكتور. ومين تاني يقول والله في دكتور يا دكتور قال لي اشرب ميه كتير. شرب الميه كتير يا جماعه عشان لو حد عنده املاحه في الكلى، لو حد عنده حصوات صغيره في الكلى، لكن مش المريض اللي هو عنده قصور في وظائف الكلى. ميه لما هيشربها تتجمع في جسمه، هتبتدي الحجم بتاع السوائل في جسمه يزيد، الضغط هيرتفع وهيحصل عواقب وخيمه. فخلي بالكم يا اطباء يا شباب، ما تقولوش للعيان اشرب ميه كتير بس. انت النهارده نورتنا واسعدتنا، وهذا شرف كبير جدا. الله يكرمك. لي على المستوى الاعلامي ان انا قدرت اقنعك ان انت تنورنا. الله يكرمك. وللمبادره مصر العلم، لان احنا حصلنا على يعني فارس كبير جدا في عالم البطنه، في هذا الجيش الكبير جدا مصر العلم، وده شرف كبير جدا. الله يخليك. ثالثا وهو الاهم، ان احنا اكيد بقى لنا، هيبقى لنا شعبيه ومشاهده في طب عين شمس جبار ان شاء الله، وفي كل كليات الطب ان شاء الله. ربنا يخليك دكتور ايمن، يا بني انت نورتنا يا فندم. الله يخليك. الاسطوره الكبيره والاسم الكبير، وطبعا يعني العالم القدير استاذنا استاذ الدكتور اسامه محمود، كان في الناس الحلو، كاريزما رهيبه وحضور ما شاء الله، وزي ما بيقولوا بدا بقى خلاص ياخد على علينا بقى، وبدات ايه، بدانا نشوف التجليات الجميله. الله يكرمك. فاحنا منتظرين ان شاء الله، لانه انا عارف انه طلبه الطب في مصر والعالم العربي، العالم العربي كمان، هيستفيدوا جدا من هذه المحاضرات. اعتقد انتوا النهارده خدتوا، يجي لكم بقى سؤال الكورونا كلينر فيلم ما تعرفش تحل بعد اللي سمعته ده، يبقى ما ينفعش، يبقى احنا ما قلناش حاجه. لا يا باشا، فهو لازم يراجع. هو نذاكره تاني وراجعه تاني، وعندك الاعداد تتفرج عليها كتير. نورتنا يا فندم، شرف كبير. الجزء القادم سنتكلم فيه الجزء الثاني من الكرونيك اللي نتكلم مع استاذنا الجليل. خليكم دايما مع الناس.